السلام عليكم اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى من الله تكونوا لاباس ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد الثومه. هاد الثومه عندي هنا 2 كيلو، وكل وحده دير على قياسها. بغيت نيبسها، بغيت ندير هاديك الثومه بودره. غادي ندير لاخواتاتي بحال هاد الشكل هذا. تجيب واحد ميكا بلاستيكه بحال هكا، كنديروها بحال هاد الشكل هكا، بحال هكا. الطريقة هذه ما تحرقكمش في يديكو، شو ما راكم تعرفوا تحرق يدين بحال هكا، ما تحرقكم ما والو. هكا بحال هكا كتدكدك كلها، كتدكدك مزيان. بحال هكا كنخليها على كنخلي فيها هاد القشيرة الدخلانية، معلياش هادي هاد القشيرة كنخليها فيها، كتقلعي لها غير هاديك القشرة الفوقانية اللي كيكون فيها، اللي كيكون بحال هكا بحال هادي، كتقلعي لها هاد الفوقانية اللي كيكون فيها تراب، تكون فيها الغبرة، يكون فيها كتقلعيها لها مثلا بحال هادي، معلياش كتخليها بحال هكا ماشي مشكل. غادي نستمر اخواتاتي حتى ندك هادشي كله بحال هكا، ونديرو في الشمس يومين يومين، كنشمشو ونديرو بحال هكا، ونديرو في الزيف، ندير له واحد الزيف من الفوق، ونديرو في الشمس يومين ديال الشمس. والنهار الثالث كطيبي الخبز في الفران، ولا كتشعلي الفران وتطفيه، المهم تحضيه باش ما تحرق الكشره فيه، ساعه كتحرق وديري في الفران حتى كيبرد عليها الفران، كتصفر شويه كتصفر وتقلعيها صافي، وتخزنيها في شي قرعه وشي حاجه، تبقى لك مزيانه طول العام، ما تخسر ما والو. ودابا غادي نوريها لكم عاوتاني ان شاء الله. ها هي دي اخواتاتي، بعد ما نشفت عندي الثومه كتجي على هذا الشكل هذا. ها انت كتشوفوا كيف كتجي، ما تخليوهاش في الفران يحرقها، وكتجي زوينه، كتكون عندك الثومه طول العام. بحال في الشتاء كتكون غاليه، كتكون قليله، دابا راه رخيصه تبارك الله وموجوده. ديروا على الطريقه هذه، ما فيها لا تعب لا والو، حتى هذيك اليومين ديال الشمس غير باش تنشف من داك الماء، مع هي كيكون فيها الماء، ملي كتدكيها كتطلق الماء، كديريها في الشمس غير تنشف من الماء.
صافي ديريها في الفران كيزيد لها الشفا كيقرملها بحال هكا بحال هكا كتقرمل قاصحه ها قاصحه كلها وزوينه كتجيب لها هذا اللون زوين. ايوا هي هذه الثومه ديالي خواتاتي ديروها ما تعكزوش راه زوينه. ها هي دي ملي كتنطحن كتجي على هذا الشكل هذا بحال هكا فاش ما درتيها كتصلح كتكون زوينه وتكون عندك دائما عندك الثومه في الدار. الثومه راه مزيانه فيها شحال من منفعه. ايوا بحال هكا خواتاتي كنشكركم وشكرا لكم كنشكركم بزاف 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 وشكرا لكم. وديروا هذا الشيء اللي كنعطيكم راه والله الا كلش كنديروا في داري اللي كندير في داري اللي كنعطيكم. وكنشكركم بزاف اخواتاتي وشكرا لكم ونتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله.